بونجور يا مامي. بونجور ده ايه؟ احنا بقينا الظهر يا منال، كل ده نوم؟ يعني يا مامي ده يوم الاجازه الوحيد، يعني لما اصحى براحتي. صوت ما تضيعيش وقتك في النوم. معلش اصل انا وفايق كنا سهرانين مع بعض شويه. قلتيلي برضو ده تضييع الوقت. Time is very important. I told you before. Never mind. صباح الخير يا حبيبتي. صباح النور يا حبيبي. صباح الخير يا عصمت هاني. في حاجة اسمها بونجور، جود مورنينج. جود مورنينج يا عصمت هاني. جود مورنينج. أنا هروح المحكمة، مش عايزة مني حاجة؟ لا يا حبيبي. ميرسي، ثانك يو. باي يا حبيبتي. باي. ايه السهوكه اللي انتوا عاملينها مع بعض على الصبح دي؟ ستغو يا مامي، ده مش راجل غريب، ده جوزي. يا دي الجوازه اللي اتبلينا بيها. هو انت فايق ده مش نازلك من زور خالص؟ ما بحبوش، شكله بينرفزني، بيفكر انك غصبتيني على جوازك منه. يا ست الكل، هو انت في حد يقدر يغصبك على حاجه برضه؟ ليه نسيتي يا منال لما حاولتي تنتحري عشان اوافق على جوازك منه؟ فاكره، بس ده كان زميلي في الكليه وكنت بحبه ومتعلقه بيه، يعني ما كانش قصدي اغصب على حد. او اللي ما كانش قصدك ده كان بالنسبه لي غصب يا منال. خلاص يا مامي، ده ماضي يعني وحاجه فاتت، وإحنا متجوزين دلوقتي وعندنا بنت، ولا نسيت؟